يتزحم المسؤولون والسياسيون في لبنان للدفاع عن ودائع المواطنين، فيما يتوسل المواطنون المصارف للحصول على فتات من ودائعهم، مفارقة يصعب أن يفهمها من لا يعرف تفاصيل الشأن اللبناني، لا سيما بعد تسريب جانب من خطة اقتصادية قيل إن الحكومة وضعتها كورقة إنقاذية. الحكومة بخطتها بدت تخلي هالخطة تبنى على تمويل أو دعم مالي خارجي. طيب ما في تناقض هون، اللي بيعلن إفلاس بلده هل بيضل عنده قوة تفاوضية بتسمح له يروح يتفاوض مع صندوق النقد بشروطه ويتفاوض مع شركات دولية تتيجي تستلم الكهرباء أو تنتج كهرباء بلبنان، أو مع مانحين خارجيين آخرين؟ يبقى أهم ما ورد في الخطة التي حاول المسؤولون حمايتها من رصاص المعترضين باعتبارها مسودة وليست خطة، اعتراف رسمي بخسائر عبارة عن ديون قدرت بأكثر من 80 مليار دولار، وهذه الخسائر تتوزع على أطراف عدة في مقدمها المصارف برؤوس أموالها. الخطة الإنقاذية تضمنت عمليا رسم لخارطة الطريق المقبلة ماليا واقتصاديا في البلاد. ماليا تضمنت الخطة عملية قص ودائع أو ما يعرف باللغة الإنجليزية بهيركت لما لديه ودائع أكثر من 100,000 دولار. هناك عملية قص أساسية ستأخذ الغالبية من الودائع فوق هذا الرقم. ينتظر المجتمع الدولي خطة لبنان الإصلاحية قبل السير في تنفيذ وعوده بالمساعدة، إصلاح طال انتظاره. والمفارقة أن خطة الحكومة تقوم على أساس الدعم الدولي قبل إقرار الإصلاحات. الإصلاحات المنشودة ليست تعجيزية، ولا يفترض أن يكون مستحيلاً تأمين موارد تغذي الخزينة المفلسة عبر سد مسارب الفساد في قطاعات الكهرباء والاتصالات والجمارك وغيرها، لكن القرار السياسي يحول دون تحقيق هذه الإصلاحات بحسب مراقبين. دارين حلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.